عندنا هذا السؤال، اذا كان 1 زائد 2 اي هو احد جذري المعادله اكس تربيع ناقصا 3 ناقصا اي اكس زائد اي يساوي صفر، فما هو الجذر الاخر وما قيمه اي؟ اذا هذا مال شنو الموضوع؟ مال المعادله الحقيقيه ذات المعامل، اللي هو يقول لك الجذور التربيعيه، يعني هنا اذا يقول الجذور التربيعية، الفصل الأول إذا كان سادس علمي أو صناعة اللي هو مهن نقول. فراح نبدأ بالبداية، إحنا عندنا قانون يقول إكس تربيع ناقص مجموع الجذرين حاصلهم، دير بالك حاصل مجموع الجذرين إكس زائد حاصل بر الجذرين يساوي صفر. واضحة؟ زين، أنا عندي إكس تربيع قاو عليه ناقص 3 ناقص اي اكس زائد اي يساوي صفر. هو ايش يريد منك؟ يريد منك الجذر الثاني. اوكي، اذا هذا راح يكون حاصل مجموع الجذرين، والاي راح تكون حاصل ضرب الجذرين. ليش احنا شو نسوي؟ نفرض بطريقه طاعنة زيت 1 زائد زيت 2 يساوي لنا ار. حد الجذر الاول زائد الجذر الثاني شو يساوي لنا؟ ار محصله، ار نقدر نقول عليه شنو؟ ناتج. الجذر الاول عندي، نعم عندي 1 زائد 2 اي زائد الجذر الثاني مجهول ناتجه مش قد محمد؟ ناتج ناقص اي بالضبط 3 ناقص اي. انا عندي شو اسوي؟ هذا موجب انقله هنا شو يصير؟ اذا زد 2 يساوي باعوا عليه 1 زائد 2 اي ناقصا عفوا 3 ناقصا اي ناقصا 1 زائد 2 اي. هو هذا كان موجب لقد صار عندك صح كقوس. هسه اجي اقول زد 2 يساوي 3 ناقصا اي زائد، هالمره الناقص وين يدخل؟ داخل القوس، فراح يصير عندك ناقص 1 ناقص 2 اي، واللي راح يصير عندي زد 2 شو يصير؟ صحيح مع صحيح وتخيلي مع تخيلي، تخيلي هو اللي ياخذ اي، لذلك راح يصير عندك 3 ناقص 1 وعندك ناقص 1 ناقص 2 اي، 3 ناقص 1 وناقص 1 ناقص 2 اي، هنا ايش راح يصير عندك؟ 3 ناقص 1 2 زائد ناقص 1 ناقص 2 شو يصير؟ اشارات متشابهه، اذا نجمع بالضبط جاي ناقص 3 اي، واللي راح يصير عندك 2 ناقص 3 اي، طلع الجذر ثاني. هسه القيمة الثانية شو يقول لك؟ طلعت الجذر الآخر، هسه وراها شو طلع؟ قيمة أي. قيمة أي مثل ما قلت لك، قيمة أي هي شو تمثل؟ حاصل ضرب الجذرين بالضبط، جيد أحمد. بس راح يصير عندك زد 1 في زد 2 شو يساوي من؟ أي. زد الأول ايش قد عندي؟ 1 زائد 2 أي. في الثاني ايش قد عندي؟ ما يحتاج تفكير، راح يصير قوس ثاني. اي. قوس الثاني ايش قد طلع الناتج ماله؟ 2 ناقص 3 اي، راح نقول الاول في الاول 1 في 2 ناقص 1 في ناقص 3، اذا راح يصير 1 في ناقص 3 اي، بعدين نجي نقول الثاني في الاول صح؟ صح زائد 2 اي في 2 ناقص موجب في السالب سالب 3 اي 2 اي في 3 اي 2 اي في 3 اي، ايش راح يصير عندك؟ 2 في 1 2 ناقص 3 اي في 1 3 زائد 2 اي في 2 4 اي موجب في سالب سالب 2 في 3 6 اي تربيع، واللي راح يصير عندي 2 4 ناقص 3 اي زائد اي. هسه عندي الاي تربيع شو يصير بها؟ تحذف وتقلب الاشاره. اذا هنا عندي شنو؟ اي تربيع احذف اي سالب شو يصير؟ موجب بالضبط موجب 6، لذلك راح يصير عندي 8 زائد اي، وبيش قدرنا نوجد الجذر الاخر وقيمته. واضح شباب؟